السلام عليكم خياتي، ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير ومهنيين. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله راح تكون وصفه سهله واقتصاديه، اللي هي حلوه السنيمه. تجي بزاف هايله وبنينه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، واذا عجبتكم ما تنسونيش بجيم والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونشوفوا مع بعض المقادير وطريقه التحضير. نبدا بسم الله. بالنسبه للمقادير عندي 6 حبات بيض، عندي كاس سكر يكون ناقص 7، هذا الكاس تاعي يرفد 250 مليلتر، كاس زيت، عندي هنايا خليط ما بين مبشور الليمون ومبشور البرتقال، نسحق هنايا زوج اكياس تاع خميره الحلوى وزن 10 غرام، ملعقه صغيره لافاني ورشه تاع الملح، والفرينه حسب الحاجه. راح نكسر البيض تاعي اللي هما 6 حبات، وهنايا اللي تحب تنقص الكميه دير غير 3 حبات، هنايا على حساب المول اذا كان كبير ولا صغير. انا راح نستعمل السنيمه تكون شويه كبيره، على هذا درت 6 حبات كما راكم تشوفوا. بعد ما درت 6 حبات بيض راح ندير هنا السكر، نزيد مبشور ليمون مبشور برتقال ولافاني، نزيد رشه تاع الملح ما نساوهاش، وهنايا الخليط تاع مبشور الليمون ومبشور البرتقال راح يمدولو بنة هايله. هنا راح نجيب الميكسور ونخلطو، راح نستعمل الميكسور. شوف الخليط تاعي بياض، راح نضيف هنايا الزيت بالتدريج، فوالا البنات كيما راكم تشوفوا راح نتحصل على هذا الخليط، يكون نوعا ما ثقيل، ما يكونش ثقيل بزاف، يعني نقدروا حتى ما نستعملوش الميكسور، نستعملوا الباتور ولا حتى الفوي. نسيت ما ذكرت لكمش في الشوكولا مع الاول في المقادير، هنا عندي كميه تاع شوكولا اللي كنت رافيتها، نقدروا نستعملوا لي بيبيت دو شوكولا. راح نضيفها هنايا، نضيف اولا الفرينه، نزيد الاكياس تاع خميره الحلوى، وزن الكيس 10 غرام، يعني راح نستعمل 20 غرام، نخلطهم شويه مع الشوكولا. نعمل الفوي، راح نتحصل على عجينة تكون متماسكة، تكون حكمة روحها. أنا هنا راح نكملها بيدي، نزيد كمية، فوالا البنات كيما راكم تشوفوا راح نتحصل على هذا القوام، يعني نخلوها شويه طريه ماشي ناشفه بزاف. وهنايا العجينه الا شفتوها لصقت لكم في يدكم، دهنوا شويه يدكم بالزيت ولموها عادي كيما هكذا. نعرفوا اللي عجينه الزيت تلصق. نجيب السنيوه تاعي، هنايا دهنتها بالزيت ورشيتها بالفرينه، نحط العجينه ونمشيها كامل. احنا دائما ندهن شويه يدي بالزيت هكذا باش تمشالي. والسنيوه تاعي 40 سنتيم على 35. نسقم العجينه تاعي في السنيوه، نسقمها مليح تكون على مستوى واحد باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. ندخلها للفرن اللي كنت شعلته من قبل على 170 درجه، اللي نشوفوها دات لون ذهبي والحجم تاعها يضعف نحوها. بعد ما طاب لي الكاطو تاعي ودا هذا اللون كيما راكم تشوفوا هنايا، كي ندخلوا فيه موس كي نشوفوه نشف يعني راه طاب. هنا عندي كميه من الشوكولا البيضاء اللي كنت ذوبتها، هنا على حساب الكميه تاع الحلوه اللي نديروها، راح نفرغها من الفوق، راح نمشيها بالفص هكذا باش ما تنشفليش.
نكمل نمشيها كامل. هنا عندي الشوكولا نوار ذوبتها ودرتها هنايا في لاباش، راح ندير بها هنايا غير هكا اشكال. أشكال عشوائية. فوالا نكملهم كامل هنايا غير التزيين فقط. فوالا بهذه الطريقة راح نجيب هنايا موس وندير أشكال، يعني ندير كيما هكا، يعني نخلط شوية الشوكولا نوار ولا شوكولا بالحليب مع هاد الشوكولا البيضاء. نديرو اشكال كيما نحبو. بهذه الطريقه البنات نكملها كامل، ونخليها نخلي الشوكولا تاعي تبرد ونقطعها ونقدمها لكم ان شاء الله. النهائي تاع الحلوه اللي حضرناها اليوم بعد ما خليتها بردت مليح وقطعتها كيما راكم تشوفوا، يعني حلوه سهله وبسيطه والظهر تاعها يجي بزاف هايل كيما راكم تشوفوا. راح نقسم معكم هنايا باش نشوفوها كيفاش جات. فوالا كيما راكم تشوفوا تجي طريه. نتمنى الحلوه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش جامل الفيديو والى وصفه اخرى باذن الله. مع السلامه.